الله يسامحك يا دكتور. تعمل لي فيها صاحب ضمير وتقول له روح اعمل تحليل ايدز. قال بيقولوا لك اللحام الطيب سكينته حده. وانا هلا رح اعمل معك مثل اللحام الطيب. حطيت لك 375 ملي جرام هيروين مع انه الجرعه القاتله 350. بالسلامة دكتور. الله يسعدني مساء المعلم. يا معلم الحقيقة الأخبار ما بتسر. الدكتور فارس الله يصلحه ويهديه بالفترة الماضية كان عم يعاني من شوية توترات وضغوط. قام راح أخذ جرعة هيروين قاتلة. الله يرحمه. الشيء اللي عملته مع علا عين الصواب. خليك ماشي على نفس النفس. كل شخص بهالعالم بيعرف السر. لازم ينحفر له غرفة تحت الأرض متر بمتر. وهي قصة ما لازم نطول فيها، ما معنا وقت. في جبهة جديدة قدامك بدك تفتحها. خير معلم، شو في؟ الدكتور ياسر عم ينافسني على منصبي الجديد. وهيك حكاية لازم تتعالج ويلتقى لها حل. ميزانيتك مفتوحة وتعرف هذا الشيء. وبهاتفك في 100 رقم وكل رقم بهز البلد. هيثم بدي اياك تتصرف. صار معلم.